عام السادات أعضاء السادات والسادات والسادات أقول إن نهنئ أنفسنا والمغاربة جميعا لما حققه المنتخب المغربي في دوري الثقافة مونديال قطر. نتائج الحمد لله تجعل المغرب في مصاف أيضا متقدمة في كرة القدم، وهذا الشيء الحمد لله يدل على رعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله بهذا المجال الرياضي وفي ذلك على المغاربة جميعا في جميع المصاف. فقط أردت التعقيب على واحد النقطة ديال سيتات سهريج، شاحنة سهريج هي مهمة بالنسبة لنا كمجلس عمل، لكم أن مجلس عمل هو دوره مع الجماعات الترابية ذات طابع قاري، وبالتالي نظرا لندرة المياه ولما يعرفه المغرب من ظروف جفاف متتالية، فكان التفكير في هذا العمل كان مشتت من أجل مد بعض الدواوير بعض الجماعات تستطيع يعني أو لا تستطيع جبنان نفسها، ولذلك وجب مساعدتها توفير الماء الصالح للشرب على الأقل جزئيا في مساعدة الجماعات. وكان من هنا التفكير على أن مجلس الأعمال هو في صلب واهتمام العالم القروي الذي هو اختصاصه السابق. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا.